مرحبا، حابين تعرفوا قصتي؟ انا لما الدريملي بدرس اعلام قسم الاذاعه والتلفزيون من جامعه الاقصى. طبعا انا التحقت بجامعه الاقصى لانها الاولى والافضل على مستوى جامعات القطاع بتدريس الاعلام، وطبعا لانه عندي خامه صوتيه بتاهلني لاني اشتغل في احد الاذاعات المحليه واحد الشركات المحليه والدوليه باذن الله. حبيت الحق بجامعه الاقصى اكثر لانه الاكاديميين والدكاتره في جامعه الاقصى بنصحوك اكثر وباهلوك اكثر لانه تشتغلي في الاذاعات المحليه وكمان بالشركات المحليه، والحمد لله بفضل الاكاديميين وفضل ربنا وفضل الدكاتره اللي نصحوني اشتغل في بعض الاذاعات او في بعض الشركات، والحمد لله انا الان من سنه اولى بشتغل في اذاعه محليه بقطاع غزه، والحمد لله بفضل دكاترتي والاكاديميين الجامعه صرت أشتغل في أحد الإذاعات المحلية من سنة أولى، وكمان بشتغل كواجهة إعلانية في بعض الشركات المحلية وكمان كمعلقة صوتية في الشركات الدولية. وبما أنه دكاترتي نصحوني وأنا كمان حبيت أنصحكم تسجلوا في جامعة الأقصى وكمان كلية الإعلام من أفضل الكليات على مستوى قطاع غزة، وأنا كمان بنصح طلبة الثانوية العامة الالتحاق بجامعة الأقصى لأنها من أفضل الجامعات على مستوى القطاع وكمان بتأهلكم لسوق العمل من أول سنة.